الحلقة الـ22. يلا يا سليم، ايه الكسل ده؟ ملحقتش انام بعد السحر يا ماما، هو عطشان قوي. معلش هتتعود، هو اول يوم بيبقى صعب شوية وبعد كده هتتعود. طب واحنا ليه بقى هنصوم؟ مش احنا بنصوم عشان نحس بالفقرة؟ احنا بقينا فقرة، نصوم ليه بقى؟ سليم يا حبيبي، احنا مش بنصوم عن الاكل والشرب بس، احنا بنصوم عن الكل وعن اي حاجة غلط في يومنا بنعملها. الصيام بيخلينا نتعلم الصبر ونتحكم في نفسنا. الصيام كمان بيخلي صحتنا احسن واجهزه جسمنا تشتغل بشكل منتظم. حاضر يا ماما هصوم، بس على شرط تعملي لي القطايف اللي بحبها بعد الفطار. بس كده؟ عينيا. يلا روح انده على صاصه بقى عشان يجي معانا. انا جاهزه ومتوضي ومتمضمض وكله تمام. شدوا حيلكم شويه يا ابلوات، معايا كل واحده كده تركز في اللي بتعمله كويس، عايزه كل حاجه تطلع مظبوطه بالشعره. انا بقور الكوسه اهو ومفيش ولا واحده خستعت مني، وانا بحشي البتنجان ومفيش بتنجانيه فيها رز اكتر من التانيه. حلو قوي، عايزه على ما اقطف الملوخيه دي تكونوا خلصتوا اللي بتقور الكوسه على اللي بتحشي البتنجان. صباح الخير بنت حلال، جيتي في وقتك، محدش هيعمل المهمه دي غيرك يا فرح. مهمه ايه بقى؟ اوعي تقولي لي هشيل حصص حد تاني، ده احنا لسه اول اليوم. لا حصص ايه، انا عايزاكي في الاهم من كده. ايه هو الاهم؟ القطايف. عايزاكي بقى بايديك الحلوه دي تحشي القطايف دي بالمكسرات والزبيب وجوز الهند، وتقفليها كويس كده وتتكي عليها، عايزاها تبقى جاهزه على القلي على طول. المهم يا ابله الهام، مأمنة على السكر اللي هتعملي بيه شربات القطايف؟ كلام في سرك، شايله كيس على جنب كده، ما انا برضو واعيه وعامله حساب اللحظه دي كويس قوي. بس الكيس الواحد هيعمل ايه مع جوزي اللي بيشرب 12 معلقه سكر في كوبايه الشاي الواحده؟ والله ما عارفين نعمل ايه في موضوع السكر ده، بنلف على البقالين كل يوم وان حد يدينا كيس سكر كله يقول مفيش. ايه يا جماعه مكبرين الموضوع كده ليه؟ ما انا لسه جايبه كيس سكر من يومين من عم عزوز اللي في شارعنا وزي الفل. واداهولك كده عادي؟ اه، ايه المشكله يعني؟ لا انت تمسكي بقى في عم عزوز ده بايديكي واسنانك. ولسه كمان هعدي عليه وانا راجع عشان اجيب كيس سكر كمان، عشان سليم عايزني اعمل له قطايف. القطايف فكرتين، يلا بقى وريني شطارتك يا فرح. لا عارفين يا مس الهام، انا عندي حصه دلوقتي حالا. كده ماشي، اعرف صاحبك وعلم عليه. طبعا بكلم نفسي ومحدش مركز معايا اصلا. يا صاصه تعالى اقول لك حاجه، هما ملمومين حوالين زميلكو كده بيعملوا ايه؟ ده محمود سكر، ابوه اشهر بقال في المنطقه. هو عشان سكر بتتلموا عليه زي النمل كده؟ عشان ينالهم الحب جانب، اللي يكتب له الواجب، اللي يشيل له الشنطه. عارفه يا قبله لو اديتي له درس ابوها يروق عليكي بباكيته سكر كل شهر. لا والله. امال ايه؟ بعد اذنك بقى يا قبله اروح اتوضى. استنى هنا، ايه موضوع انك بتتوضى كل شويه ده؟ امال نموت من العطش يعني؟ ازيك يا عم عزوز، كل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا ام سليم، يقعد عليك الايام بخير. كنت عايزه كيس سكر يا عم عزوز لو سمحت. مش هينفع يا ام سليم والله. ليه بس؟ علشان انت لسه واخده كيس الاسبوع ده، يعني ما الكيس سكر قبل يوم الخميس اللي جاي. ايه الكلام ده يا عم عزوز؟ هو ده النظام، عشان كله ياخد حقه والحق ما يزعلش. كل واحد ليه كيس سكر في الاسبوع، وحضرتك خدتي الاسبوع ده الكيس بتاعك وكله متقيد في الدفتر. يا عم عزوز طب كيس واحد بس ومش هاخد الاسبوع الجاي. يا ام سليم ده نظام المحل وما ينفعش نخالف في النظام. ماشي يا عم عزوز. والله يا سميره ما عارفه هعمل شربات القطايف بايه، مفيش نقطه سكر في البيت. والله يا اختي لو عليا ما كنتش عملت شربات الكنافه باخر شويه سكر فايدين عندي وكنت اديتهم لك. كتر خيرك يا حبيبتي، بس ده مش حل برضو، هنعمل ايه بعد كده؟ احنا كل ده في اول يوم رمضان لسه، والشهر طويل وكله حلويات وعصاير. طب يعني هو لازم قطايف يعني؟ ما ينفعش كده ياكل كنافه من اللي انا عاملاها؟ ده هو مأكد عليا اني اعمله القطايف بايدي من الصبح. طب وهتعملي ايه؟ انا هتصرف. هقول لك ليه غني وفقير، قولي الناس ما تعيش كتير، واحنا صغار كنا بنحتار ليه في صراع بين شر وخير. ايه يا ماما ده؟ ايه يا حبيبي، دي القطايف اللي كان نفسك فيها. هي طعمها عامل كده ليه؟ طعمها غريب قوي. سليم انا هقولك الحقيقه. ايه يا ماما؟ بصراحه انا ما لقيتش سكر ولفيت على السكر مش لاقيه، فعملت القطايف بعسل نحل. بس دي طعمها وحش قوي يا ماما. معلش يا حبيبي،
بكره هعمل لك حلويات تانية احسن من القطايف دي 100 مره وبالسكر مش بعسل النحل. ايه ده يا سميره؟ ده ما فيهوش سكر. ايوه ما انا قلت لك اخر شويه سكر عملت بيهم شربات الكنافه. طب هنعمل ايه يا جماعه؟ عاوزين حل. مفيش حل غير الحاج اسماعيل سكر. ثانيه واحده، هو اسماعيل سكر ده ابو محمود سكر اللي مع صاصة وسليم في المدرسه؟ اه هو. طب ما نروح له، احنا مستنيين ايه؟ بس في مشكله. ايه؟ ام جلال عامله مشكله مع مراته. طب انا هروح له، مش هيعرفني. لا يا اختي، ابنه هيعرفك، بيقف معاه في المحل وهيقول له ان انت قريبه صاصة. خلاص كده مفيش حل قدامنا غير ان ام جلال تروح تعتذر لمراته. لا يمكن اصالحها، ده قالت عليا ان كبرت وخرفت. وايه المشكله؟ ما دي الحقيقه. بتقولي ايه؟ بقول لا دي مش الحقيقه، كبرتي وخرفتي يا ام جلال، ده انت مخك ده يوزن بلد. قولي لها فتحيه زبده اللي ابوها كان بيغش في الميزان. هقول لها حاضر، بس لو ليا خاطر عندك، احنا دلوقتي في مشكله ومحدش راضي يبيع لنا سكر، وما قدمناش غير الحاج اسماعيل سكر ومراته فتحيه سمنه. فتحيه زبده يا اختي. زبده بقى ولا سمنه، المهم ان مفيش قدامنا حل غير كده، ورحمه ماما يا ام جلال تصلحيها. حلفتني بالغاليه. والمدام كم معلقه سكر بقى؟ 3 معالق. 3 ايه؟ قولي 4 5، ده خير ربنا كتير. يا بختكم. والاستاذ بقى كم معلقه؟ 6 معالق. هي دي الناس الشريبه اللي بتقدر طعم السكر. احنا مش جايين نضايف، احنا جايين نقول الكلمتين ونمشي. انت بتشتمينا يا ام جلال؟ هو انا لسه شتمت؟ ما ينفعش تدخلي بيت الحاج اسماعيل سكر وما تاخديش واجب الضيافه. احنا بس كنا عايزين نخلي الميه ترجع لمجاريها، واحنا في ايام مفترجه، فمش عايزين يبقى في زعل بينك وبين ام جلال. ربنا ما يجيب زعل، دي مجيتكم عندي دي بالدنيا. بقولك ايه، دوقي الشاي كده، ولو حابه ازود لك سكر ولا حاجه. تعيشي يا اختي. كنا عايزين بقى نبدا صفحه جديده وننسى اللي فات. والله لو عليا انا نسيت من زمان، المهم ام جلال تصفى من ناحيتي. صافيه يا اختي، صافيه يا زبده. والله كلمة زبدة طالعة من بقك زي السكر. كفاية سكر بقى، أنا جزعت. هو حد لاقي؟ ألا صحيح، بمناسبة السكر بقى، أنتوا بتبيعوا سكر في المحل عند الحاج إسماعيل؟ آه طبعًا، أوعوا تقولوا إنكم جايين عايزين سكر. وفيها مشكلة ولا حاجة؟ يا خبر، ده إحنا نبعتهولكوا لحد باب البيت. والله كلك ذوق يا ست فتحية. مش عارفين نقولك إيه والله. ده إحنا عنينا ليكوا، أنتوا عايزين قد إيه؟ 10 أكياس. لا باكيتة. باكيتة؟ إيه كتير؟ طب 10 أكياس زي ما سميرة قالت، أو كيسين حتى، أي حاجة. باكيتة إيه؟ ده إحنا في رمضان وداخلين على العيد، وكحك وبسكويت واللازي منه، مش هتكفي. خدوا باكيتتين. أنت بتتكلمي بجد؟ طبعاً، أمال إيه؟ يا واد يا محمود، تنزل مع الجماعة المحل وتخلي أبوك يديهم باكيتتين سكر، وخلي الواد عرفة يوصلهم لحد البيت. مالوش لزوم والله، إحنا هناخدهم من المحل، مش عايزين نتعبكوا. ماشي اللي تشوفوه. متشكرين جدا يا ست زبده والله. على ايه يا قبله؟ ده انت نورتينا. وغلاوتك محمود بيقول لي انه ما بيفهمش من حد في المدرسه غيرك. ربنا يخليكي، ده محمود ده ولد ممتاز، ممتاز وملتزم جدا. تعيشي يا حبيبتي. نستأذنك احنا بقى. متشكرين يا حاج اسماعيل، ان شاء الله اعدي عليك بكره الظهر اديك بقى الحساب. ما بين الخيرين حساب، كفاية مجيبك والله. كلك ذوق يا حاج اسماعيل، غير مراتك العقربة. بتقولي حاجة يا أم جلال؟ بتقولك كلك ذوق زي الست هانم مراتك. تعيشي يا أم جلال. يلا بالإذن، إحنا السلام عليكم. وعليكم السلام، كل سنة وانتم طيبين. والله ما أنا مصدق إن إحنا خدنا كمية السكر دي بسهولة كده. أي يا خبر اسود، إيه النحس ده؟ ده مفيش ولا كيس فضل سليم. أكيد فتحية هي اللي بعت القطة دي. شارك في كتابة الحلقة أسامة مقلد،